السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جات لكم كمان فيديو على غفر 23 شانل. اليوم راح اكون احكي عن كلاش اوف كلانز نيو ابديت سوبر سيل. اذا ما عرفتوا هي مؤسسه مثلا كلاش رويال، كلاش اوف كلانز، بوم بيتش، هذول الالعاب. هي حكت انه هذا الابديت راح يكون اكبر من الابديت تبع الكلانز والكلان وورز. راح اكون احكي لكم عن بهذا الابديت ايش راح يكون ادد وايش بس هيك بيحكوا الناس وما راح يكون ادد. اول شيء اللي راح يكون ادد بوت، اذا كنت عارفين وصرت فتحت كلاش اوف كلانز تبعك عند جهه البحر او البيش كما زي ما تحكوا، راح تلاقي اذا كنت فوق تاون هول 5 راح تلاقي بوت زي كانه ما بيشتغل او خربان او مكسر. تكبس عليه لما تفتح بكون مكتوب كوشن ماركس. هذا البوت زي ما عرفتوا في ابيسود نزل على كلاش اوف كلانز كابتن لوك 1 و 2 و 3 هلا اخر شيء نزل 3، وكابتن لوك 4 راح ينزل بكره يوم الاثنين، وكابتن لوك 5 لسه ولا حدا بيعرف. بس هذا البوت او القارب هذا ايش بيعمل وين راح ياخذكم. كل هذا الحكي حكت السوبر سيل انه هذا البوت اول اشي رح ياخدكم على ايلاند تانية. الاغلبية هاي الايلاند او هم حكوا سوبر سيل انه رح يكون في جيم مود جديد ولسه ما نعرف ايش هو، بس رح يكون في جيم مود جديد والاغلبية رح يكون في هذا نايت لايك هذا انه بالليل رح يكون بهديك الايلاند. خلينا نروح هلا على الاشياء اللي ما رح تجي. بيحكوا الناس مثلا هذا رح يجي هذا رح يجي بس بالاخير ولا شيء. مثلا بيحكوا سوبر سيل حكت انه في ناس بيحكوا مثلا رح ينزل تاون هول جديد، نيو وولز ابجريد، نيو تروبس، هاد كله كذب. اول شيء ما في سوبر سيل حكت ما في رح ينزل نيو وولز ولا نيو تاون هول ولا نيو تروب. مفكرين نزلوا هدول ثلاث اشياء يمكن ب 2018 او باخريه 2017. بس المهم اعرفوا ان هذا الابديت راح يغير كل مصير كلاش اوف كلانز، راح يكون خرافي اكبر من الكلان والكلان وورز. وان شاء الله عرفتوا كثير. ثامز اب، سبسكرايب، ومع السلامه.